خلينا نبدا محليا. ماشي ماشي محليا. شفت ازاي مباراه الاهلي والاسماعيلي؟ الاهلي فاز بنتيجه 2-1. اكيد مباراه كانت قويه، مباراه الاهلي والاسماعيلي قمه من قمم الكره المصريه. يمكن المستوى ما كانش عالي قوي مستوى الفرقتين امبارح، شايف ان الاهلي متاثر بشده بالمشاركه الافريقيه. مستوى الاهلي مش هو النادي الاهلي اللي بنشوفه في افريقيا، لان اللعيبه محتاجه تاخد وقت بعد المعركه، خلينا نسميها المعركه، اللي كانت قدام مازيمبي في دوري ابطال افريقيا، فاللعيبه متاثره شويه. الناحيه الثانيه لعيبه الاسماعيلي ما اهتمتش بالمباراه وما كانتش مهتمه بالمباراه، شايف ان اللعيبه رايحه خايفه ان هي تلعب النادي الاهلي. شايف لعيبه قدام الجون بتخاف، واحد زي عبد الرحمن مجدي كابتن فريق الاسماعيلي رايح انفراد مرتين بمصطفى شوبير، والمرتين بيفشل ان هو يسجل هدف او ان هو يصنع فرصه مؤكده. فالاسماعيلي كإيهاب جلال كمدير فني تعامل مع المباراه بشكل كويس، ولكن اللعيبه ما كانتش على قدر حدث المباراه وما كانتش على قدر المباراه نفسها. الناحيه الثانيه النادي الاهلي، انا مش بدي مبرر، ولكن شايف ان طبيعي ان الاداء يتهز على مستوى مباريات الدوري عن افريقيا، في ظل ان خلاص الهدف بيقترب. الاهلي تاهل للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا، عنده اهداف اهم، بيكسب باقل مجهود. الفرق اللي قدامه بتضيع الفرص السهله اللي بتجيلها، زي ما بقول لك الاسماعيلي مضيع فرص ما تضيعش امبارح، في كمان يعني اللي بيجتهد بيلاقي التوفيق معاه. النادي الاهلي التوفيق معاه لانه بيجتهد، يعني ناس كتير تقعد تقول لك الاهلي محظوظ. الاهلي محظوظ ليه؟ الاهلي محظوظ لانه بيجتهد، لانه هو بيعمل اللي عليه، لانه بيعمل الماكسيمم في كل شيء. فامبارح توفيق كبير في الهدف الاول، بيرسيتاو بيسدد الكره المفروض ان هي سهله توصل لاحمد عادل عبد المنعم، ولكن بتخبط وتغير اتجاهها وتخش جون. الهدف الثاني تميز من امام عاشور، وامام عاشور بيواصل تالقه مع النادي الاهلي. فطبعا والاسماعيلي كان ممكن لحد اخر دقيقه في المباراه ان هو يتعادل، ولكن مصطفى شوبير اللي استحق فعلا جائزه رجل المباراه، قدر ان هو يتعامل مع كل الكرات اللي راحت عليه. فبالتالي لا، الاهلي ماشي بشكل كويس، ولكن لسه الاهلي هيتضغط اكتر لان عنده مباريات كتير مؤجله لسه هيبدا يرجع لها. الاهلي عنده مباريتين النهائي قدام الترجي التونسي لسه بعديهم بقى، يعني دلوقتي عنده 4 ماتشات قبل مباراه الترجي، لعب منهم مباراه امبارح قدام الاسماعيلي، لسه فاضل 3 مباريات كمان، وبعد كده مباريتين الترجي، وبعد كده يكمل ماتشاته اللي باقيه من الدور الاول في الدوري. طيب عايزين بس نتوقف عند جمله انت قلتها، ان لعيبه الاهلي متاثره بالبطوله الافريقيه، هل متاثره بدنيا ولا نفسيا وبالهم مشغول بالبطوله؟ الاثنين طبيعي، لان انت انا بقول لك في ضغط بدني كبير جدا ما بين رحله، يعني بس اخر 10 ايام دول الاهلي سافر الكونغو في رحل بومباشي لعب قدام مازيمبي، ورجع مره ثانيه لعب مباراه العوده، وبعد كده سافر اسكندريه يلعب مباراه الاسماعيلي. فبالتالي سفر كتير، ضغط تدريبات كتير في توقيت قليل جدا، مباريات قويه، يعني في فرق كمان ما بين المباريات قدام مازيمبي انت بتلعب قدام 70,000 في الاستاد، ومباراه اللي هناك في لوبومباشي كان قدامي حوالي 30,000 من جماهير مازيمبي مقفلين الملعب تماما، وبتلعب في درجه حراره كبيره والساعه 3 العصر. فطبعا ده بيأثر على المجهود البدني للعيبه، وبيأثر على الضغط الذهني والعصبي اللي على اللعيبه، فده بيأثر بشكل كبير، ولاعيبه الاهلي اكيد تأثرت بالكلام دوت. طيب خلينا نروح لدوري ابطال اوروبا، ونبدا بمباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ. المباراه دي الحقيقه كانت، يمكن الماتش ده كان ناس كتير جدا مستنياه، ومحدش حتى قادر يعني يتوقع ايه اللي هيحصل. حسب الارقام ولقاءات الفرقتين بيقولوا يعني ان ريال كانت شويه ازيد، فازت على بايرن ميونخ، ولكن برضو الارقام متقاربه جدا، ما كانش حد قادر يتوقع. شفنا المباراه كان عليها، كانت مباراه قويه جدا، ولكن انتهت بتعادل 2-2 برضو. شفت المباراه دي ازاي؟ طيب خليني اقول لك ان بايرن ميونخ فريق قوي جدا، اي نعم هو السنه دي مش بطل الدوري الالماني، هو باير ليفركوزن اللي فايز بالدوري الالماني، ولكن بايرن ميونخ عنده خبرات، لعيبه خبرات كتير في الملعب بتمثل، بس في تراجع شويه. ما هو في تراجع طبيعي، لان هو فريق مسيطر على الدوري الالماني بقاله مثلا 8 سنين هو اللي بيفوز بيه بس، فطبيعي يبقى في بعض التراجع، وبعض الانديه الثانيه بتجتهد، ولكن في وسط التراجع ده هو واصل لقبل نهائي دوري ابطال اوروبا. فطبعا ومع ضغوط كبيره على المدرب توماس توخيل، يعني كل التقارير الصحفيه في المانيا بتتكلم ان توخيل هتتم اقالته ايا ما تكون نتيجه البطوله، هيجي مكانه رانجنيك واحد مرشح لتدريب البايرن السنه الجايه. فدي ضغوط على المدرب، وتدي رساله للعيبه سلبيه عن المدرب. ولكن في المباراه
مباراة كبيرة جدا، لأن ريال مدريد هو أكتر فريق فايز بالبطولة، هو الفريق المخضرم في البطولة، عارف يعني عارف من أين تؤكل الكتف في البطولة دي، فبالتالي لعبته قدرت تتعامل مع المباراة بشكل كويس جدا. أنشيلوتي مدرب مخضرم في البطولة هو كمان، يعني مخضرم فاز بها كمدرب وفاز بها كلاعب، فاز بها مع أكتر من نادي، فمدرب كبير جدا، عرف يتعامل مع المباراة بشكل كويس، حتى لما تأخر 2-1 قدر ان هو يرجع بالهدف الثاني وتعادل 2-2، فتعادل كبير بالنسبه لريال مدريد. خلينا نتكلم فنيا، هو كان بيلعب بالاطراف بشكل كويس، رودريجو وفينيسيوس جونيور الاثنين كانوا بيلعبوا بشكل كويس وقدروا ان هم يخترقوا دفاعات البايرن اكتر من مره، على العكس بايرن في الشوط الثاني عدل من طريقه لعبه عشان يقدر يواجه ريال مدريد. في الشوط الاول حاول يخترق من العمق اكتر من مره وفشل في ده، لان عمق دفاعات ريال مدريد قوي جدا، خصوصا مع واحد منظم جدا في وسط الملعب توني كروس، بيقدر ان هو ينظم وينقل لعبته بشكل كويس، يعني هو مش بيتحرك بالكوره بس، بيتحرك من غير كوره، فبيعمل شكل مختلف لفريق ريال مدريد، فبيقفل الدفاعات بشكل كويس، بيقفل من بدري، ده بالنسبه لريال مدريد. العكس في الشوط الثاني لما عمل تغيير توخيل ونزل جيريرو في الشوط الثاني، قدر ان هو يلعب على الاطراف ومن خلال الاطراف نجح ان هو يسجل الهدفين اللي جابهم في الشوط الثاني، وقدر ان هو يرجع للمباراه مره ثانيه رغم ان هو كان متاخر على ملعبه 1-0 في الشوط الاول، قدر ان هو يرجع مره ثانيه بعد التغييره اللي عملها. ولكن طبعا زي ما بقول لك القدرات الفرديه للاعيبه ريال مدريد فرقت بشكل كبير، ومكنت انشيلوتي وريال مدريد ان هم يرجعوا مره ثانيه بالتعادل ويخرجوا من ملعب أليانز أرينا بتعادل 2-2، وبيقربهم بشكل كبير جدا للمباراة النهائية بعد مباراة العودة اللي هتبقى في سانتياغو برنابيو. طيب هنتكلم طبعا عن مباراة العودة وتوقعاتك لشكل هذه المباراة، لكن وانت بتتكلم عن توني كروس وهندسة نص الملعب زي ما بنقول، الراجل عمل كرة في العمق ما فيش بعد كده، الراجل خطط وبص يمين وشمال وشاور للجونيور عشان يتحرك، عمل له كده. أي شفت هو بيتحرك عامل ازاي، وانا بقول لك تحركه من غير الكورة هو الأهم، وهو بيعمل رسمه، انا بقول لك هو بيعمل رسمه بايديه الاثنين، يعني هو معاه الكوره رايح في اتجاه وبيشاور لفيني ان هو يتحرك، فينيسيوس ان هو يتحرك، فبيعمل بمايسترو خط وسط الملعب بجد، هو لعيب يعني محنك، لعيب على فكره كان بيتهاجم بشكل كبير، لان ناس كتير انتقدت رحيل كازيميرو من ريال مدريد لمانشستر يونايتد وبقاء توني كروس ولوكا مودريتش الاثنين في خط وسط ملعب ريال مدريد، ولكن الفكرة ان كازيميرو اقل سنا، فكازيميرو عايز يلعب اكتر، لكن كروس اكبر فعنده القدرة ان هو يقعد ويدي فرصة للشباب عشان يتعلموا منه، فاهم قصدي؟ فدي دي دي ادارة ريال مدريد للموقف، خلوا كروس وخلوا مودريتش والاثنين لما بينزلوا بيصنعوا الفارق، زي ما انت شفت انت دلوقتي في مباريات مش محتاج جري كتير، محتاج لعيبه بتشغل دماغها اكتر، محتاج لعيبه بتعرف تحرك زمايلها، بمعنى ان هو يبقى مدرب تاني جوه الملعب، وده اللي عمله توني كروس، ان هو بيحرك زمايله الصغيرين زي فينيسيوس وزي رودريجو، اتحرك في الاتجاه ده عشان انا هعمل ده، وممكن يبقى بيحرك فينيسيوس عشان يحرك مدافع يفتح مساحه لعب اللعيب تاني خالص، ده اللي بيعمله دايما توني كروس في الملعب، ولوكا مودريتش لما بيعملوا هم الاثنين بيعملوا الدور ده بشكل متقن جدا. طيب نروح لبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، شفت برضو مباراة ازاي؟ مباراة كانت تكتيكية اكتر من ريال مدريد، يعني ما كانتش ممتعة على مستوى المهارات زي مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، ولكن في النهاية كان في اخطاء من لويس انريكي مدير الفني لباريس سان جيرمان هي السبب في الخسارة، اولها ان هو ضيع 45 دقيقة من المباراة ما بيستفدش بين قدرات مبابي، ان هو حطه في العمق وقفل عليه مش عارف يتحرك مش عارف يتنفس، في حين ان قدرات مبابي دايما ان هو بيجي من الاطراف بيجي من الجنب بسرعته بيقدر يتفوق على اي مدافع، وده اللي شفناه في الشوط الثاني لما خلقوا فرص كتير جدا هو واشرف حكيمي، لما لعب قدام اشرف حكيمي صنعوا اكتر من فرصه، ولكن طبعا تالق دفاعات دورتموند والحائط الاصفر، الحائط الاصفر ده هو الجمهور، جمهور بروسيا دورتموند اللي كان ليه يعني كلمه السر او هو المفتاح في قفل او ارهاب لعيبه بي اس جي قدام المرمى امبارح، وتالق كمان طبعا خط الدفاع بقياده ماتس هوملز، لعيبه عرفت ان هي تقفل كويس على لعيبه باريس سان جيرمان، ولكن تسجيل هدف واحد امر خطر لان انت رايح تلعب مع باريس سان جيرمان مباراه العوده في بارك دي برانس، وده اللي قالوا لعيبه باريس سان جيرمان، احنا مستنيين نشوف نفس الاداء بقى
تعالوا لما نشوف في باريس في بي اس جي في الملعب بتاعنا هنعمل ايه في بارك دي برانس. احنا بنعرف نلعب في ملعبنا احسن، الجمهور هيبقى معانا اكتر، هو ده اللي فرق. وده كلام اكتر من لاعب على راسهم طبعا ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان حاول يدافع ويجمل الصوره ان احنا الجمهور فرق معانا. ولكن تيريزيتش مدرب دورتموند عرف ان هو يقفل كويس قوي عمق ملعبه على انريكي، وانريكي زي ما بقول لك فكره وضع امبابي في العمق اثرت عليه بشكل كبير جدا. اعتقد ان مباراه العوده هيبقى فيها تغييرات في التشكيل وفي طريقه اللعب. امبارح استغربت جدا ان انريكي رغم انه معاه 5 تغييرات ما عملش غير تغييرين. واحد من اللعيبه المهمه جدا كان قاعد، هو عنده مشكله هجوميه وعنده اسينسيو موجود بره، اسينسيو واحد من اللعيبه المخضرمه في دوري الابطال مع ريال مدريد. لان اسينسيو على مدار ال5 سنين اللي فاتوا تقريبا وصل سيمي فاينل مع ريال مدريد 4 مرات منهم مثلا. فبالتالي هو مخضرم في البطوله وعارف الاجواء، ازاي انت تخليه ما تلعبش بيه خالص، ما ينزلش خالص وانت عندك مشكله هجوميه اصلا. فده يمكن من بعض الحاجات الاخطاء اللي عملها انريكي في المباراه الغير مبرره، ويمكن الصحف الفرنسيه كلها مهاجماه النهارده الصبح على الاخطاء التكتيكيه اللي عملها في المباراه، وبتطالبه ان هو يغير ده في المرحله اللي جايه في المباراه اللي جايه عشان يقدر ان هو يوصل للفاينل. ويعني طبعا الموضوع صعب بالنسبه لهم، باريس سان جيرمان بيصرف كتير جدا عشان الحلم ده، حلم تشامبيونز ليج لحد دلوقتي مش قادر يحققه. يمكن شفنا سيتي قبل كده حقق الحلم وفاز بيها السنه اللي فاتت، ولكن باريس سان جيرمان هل يقدر السنه دي؟ ده موضوع شايف ان هو صعب في ظل العناد التكتيكي من لويس انريكي. طيب توقعاتك بشكل عام كده لمباريات العوده الاثنين؟ طيب خليني اقول لك ان ريال مدريد يعني بنسبه 70%، هقول 70-30 ريال مدريد هو المتأهل، 70% ريال مدريد اللي يتأهل، لأن زي ما بقول لك الخبرات بتاعته والشخصية البطل اللي عارفة يعني إيه بيلعب في تشامبيونز ليج وفي قبل نهاية تشامبيونز ليج. الناحية التانية البي اس جي طبعا مرشح، هو كمان هقول 70-30 لأن نتيجة 1-0 مش النتيجة اللي تعطل باريس سان جيرمان. ممكن لعيبة كتير ما كانتش في مستواها، زي ما بقول لك المدرب نفسه ممكن يبقى مش في يومه في اختياراته وفي قراراته في الملعب بالتغييرات، ده طبعا على لويس انريكي. فاعتقد ان باريس سان جيرمان هو الاقرب هو وريال مدريد، ولكن ما بستبعدش بشكل كبير جدا ان دورتموند يعمل مفاجاه ويوصل للمباراه النهائيه، لان دورتموند رغم امكانياته الاقل بكتير جدا من باريس سان جيرمان ولكن عنده الروح الاعلى، الروح الحماسيه اللي في الملعب هي ممكن تفرق. واعتقد ان جمهور المانيا برضو مش هيسيبه في باريس لوحده وهيبقى موجود وراه، فده ممكن يبقى انا ممكن اقول برضو ان دورتموند عنده فرصه كبيره ان هو يوصل الفاينل. وتريزيتش مدرب زي ما قلت لك عارف يقفل الملعب ويقفل على مفاتيح لعب باريس سان جيرمان كويس، فده ممكن يساعده خطوه اكبر ان هو يوصل الفاينل، ولكن دي هتبقى اكبر المفاجآت في البطوله لو خرج باريس سان جيرمان.